السلام عليكم شباب، معكم ذا سنجر. اول جديد في هذا الفيديو راح نتكلم معكم عن شخصيات الدفاع في لعبه اوفر واتش. طبعا الفيديو اللي راح تكلمت عن الشخصيات الهجوميه، وهذا الفيديو راح اتكلم عن الشخصيات الدفاعيه، وان شاء الله جاي عن التانك والسبورت. المهم بس قبل لا ابتدي الشخصيات الدفاعيه، في شيئين نسيت بالضبط في الشخصيات الهجوميه. في الشخصيه ميكري، في خاصيه انا ما تكلمت عنها بالالتو، طبعا الارتو يضرب العادي هذه، بس الالتو يضرب سريع. هذه الشخصية نسيت ما اتكلم عنها في الفيديو اللي راح امس، وتكلمني عنها سودي، نسيت اسم الرقم، بس سودي يعطيك العافية حبيبي ما قصرت. وفي بعد واحد ثاني كلمني عن ريبر، اذا تقتل واحد تنزل كورة نارية اذا تاخذها على الهث اللي حقك. هذا انا بعد ما تكلمت عنها، اتمنى هالشيء يكون في بالكم وان شاء الله ما قصر وياكم. يعطيكم العافية شباب ما قصرتون على اللي ساعدني في الكومنت، يعطيكم الف عافية. فخلي اليوم نبتدي معاكم بباسشن. طبعا باسشن مره قوي، اعطيك اياها من الاخر، هذا الالي مره قوي. خليني اقول لكم ليش هذا الالي قوي. اول شيء طبعا خلينا نشوف خاصيه الاولى الار2، هذا الرش، هذه مميزته الدمج حلو، بس عيبه كل ما اذا ابتعد المسافه بينك وبين الخصم وطولت في الطلقه راح يكون صعب عليك. شوف طالع الاكس، طالع الاكس كيف، اقصد كيف الاكس كيف ينفتح، يعني شوف الاكس يتفتح يتفتح يتفتح، كل ما فتح اكثر صار الايم صعب بالسلاح. فشنو تسوي الحركه؟ تضرب وتهد، يعني مو حزت ابدا الكنترولر، فعرفون كيف حركه يا عيال، تضرب وتترك شوي، تضرب وتترك، راح يجيك دمج عالي. هذا الشيء الاول. طبعا مميزة هذا الآلي مو هنا، مميزته في الخاصية الأولى ال1، يصير رجل آلي ديث ماشين جن وعليه دمج يا أنه مجنون، بس عيب أنه ما يتحرك. بالنسبة لي أشوف لو يتحرك صار مرة شيء جبار، أبدا ما ينفع. والتعشيق فيه بعد مرة سريع، هذا شيء ثاني يساعده، والله ينظف فريق، ينظف فريق. باقي تقريبا لحظة، قوم يا حبيبي خليني اخذ دمج، بعد بعد دمج اكثر، دمج اكثر. حلو، الخاصية الأخيرة في هذا اللاعب ان الار1 تهلف نفسك بنفسك، بس لازم تظل على الار1 ما تحرك، عارفين علي؟ فراح يصلح نفسه بنفسه، هذه خاصية ممتازة. والسوبر حقه يصير دبابة وان شات وان كيل، هذا حق نصف دفاعي مجنون مجنون، مرة مجنون. فهذه الشخصية واحدة تعتبر من أقوى الشخصيات الدفاعية حاليا اللي أشوفها. إذا تبي تحشى فريق هذا من جد، هذا باسشن راح ينفعك بشكل كبير. خلصنا الشخصية الأولى وخلينا نروح الشخصية الثانية. وشخصية ثانية راح تكون معانا هانزو. هانزو طبعا قبل ابتدي فيه، طبعا اخو جينجي في القصة الاساسية حق لعبة اوفر واتش، فيه قصة هي متوحورة في افلام حق يمديك تشوفها في اليوتيوب. ف هانزو اخو جينجي بالضبط، لحركات تتشابهون كثيرة. طبعا الضربة الأولى عند هانزو انه يرمي سهم وشده ويعطي دمج، الرينج حقه مرة خرافي. طبعا اذا اجيبه في الراس يموت من ضربة واحدة، بس انا عاد اجيبه في الراس ايمي فيه مرة ابو كلب، بعد ما اتعلم عليه. اوبس، وان شات وان كل في الراس، اذا ايمك مره صاحي راح تسوي فيه افلام من جد افلام. المهم الخاصيه الثانيه فيه عندك في الار1، ار1 شوف هذا هنا عندك وحوش ترمي عليهم سهم، يمديك تشوفهم ورا الجدار. شوف يمديني اشوف كل الوحوش اللي ورا الجدار في ذيك المنطقه، اذا كنت شاك ان في احد في ذيك الغرفه او لا ارمي عليهم هذا السهم راح يطلعهم كلهم. الشيء الثالث عندنا خاصية السهم اللي بالألوان. بالألوان شنو تسوي؟ خليني أقول لك، سهم يضرب في الجدار وينعكس. مثلا الحين نشوف في ناس وراي، شد السهم، كيف؟ هذا السهم الأخير اللي عندنا. وطبعا في خاصية قلت ما نسيت ما قلت لكم عنها، يمدي أتسلق فوق الجدران مثل الجينجي، طالع كيف؟ يمديك أتسلق، بس ما عنده دبل جمب مثل الجينجي، هذا الفرق بينهم. ذاك عنده دبل جمب ويتسلق، هذا ما عنده دبل جمب بس يتسلق. ما انا ليش ما خلوه ما في دبل جمب، هذا شيء محيرني شويه. المهم الخاصيه الاخيره، طبعا تشوفون هذاك اللي ورا صح، انا راح اروح ورا الجدار
واعطيه سوبر، السوبر راح يخترق الجدار ويمشي في الماب كامل ويدمش كل اللي في الطريق. شوف مثلا شلون كيف؟ هذا السوبر يعتبر واحد من اقوى السوبرات حاليا في اللعبه، يعطيك دمج خرافي يا اما شلت كل كام ولا بس يسمونها هذه بس كيل ماب ولا فاينل كام، بالعربي فاينل كام، هذا بالعربي حلوه دي، بالانجليزي فاينل كام كان نلعب كود. يا اما شفت فاينل كام على هذه مره كثير، مره 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 كثير. فهذه الشخصيه مره ممتازه في الدفاع، اذا انت تحب جينجو تبي تدافع استخدم هانزو راح يفيدك بشكل كبير. جونكرات هذه بالنسبه لي افضل شخصيه دفاعيه انا العب فيها، استمتع فيها جنجي، والله استمتع فيه يا شباب بشكل ما تتصورون، والله يعني خليني اقول لكم ليش، هذا الخرافي، هذا الخرافي. طبعا الضربه الاولى اللي حقه اللي هو بالارتو العاديه يعطي جرنيد ويرجع الوحوش او يحركهم شوي، يعطيهم نوك اوت، عارفين علي كيف؟ بس الدمج حق الكوره مجنون مجنون بشكل ما تصور. شوف شوف دمج حق الكوره، انا بيعطي دايركت هيت، شفتون كيف؟ تو دايركت هيت راح يموت 100%، تو دايركت هيت، حلو؟ حلو، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني عنده تراب بالار 1، خلينا نحط تراب، هذا يمديك تغطيه في زاويه، مثلا عندك انت خايف ان احد يجيك من هذا الباب، تجي تحط التراب وتجي تطلق 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 ويجيك واحد، وطبعا راح يعطيه دمج 40 بالضبط، ان الهيلث 100 راح يعطيه 40 100%. وهذه الاخيره السي 4، السي 4 خاصيه بالالون مره قويه، انا اقول لكم ليش. طبعا اول شيء الدمج، هذه الخاصيه الاولى، ثاني شيء التعطي نوك اوت بعيد مره حلو. شوف زي ما شفنا الحين الاد او الروبوت راح عندي فوق بزياده، مره مره راح فوق، مره راح فوق. وفي حركه تقدر تستخدم تحطها انت على الارض وتطير فيها كبوست حق جنب او تطلع مثلا اشياء مرتفعه، هذه الخاصيه تفيدني بشكل كبير ما تتصورون. او في حركه اذا شفت واحد في وجهي ارمي سي 4 وفقعها، راح انا وهو اللي قدامي راح يدمج، راح اعطي بيني وبينه مسافه، اذا خايف انه يضربني مثلا جاك الريبر وخايف من الريبر اعطي هذا السي 4 اضربها فيه وراح تعطيك مسافه عنك عن بعض، عرفنا كيف؟ هذا الشيء الممتاز في هذا. طبعا السوبر الكفرات عندك تسوي جمب فيها وتفجرها واي واحد يكون في محيطها راح يموت 100%. الراديوس اللي حقها مو كبير، يعني المحيط اللي حق الدمج مو كبير، بس اذا دخل داخل المحيط اللي حقها راح يموت 100%، 100% راح يموت. هذه واحده من افضل الشخصيات الدفاعيه عندي وانا استمتع في اللعب فيها، زي ما قلت لكم بالار 1 احطه واغطي باب، واذا تعلق فيه واحد على طول اعطي دايركت هيت وراح يموت. استخدم السي 4 اسوي مسافه بيني وبين اللي قدامي، او ان اعطي واحد وقت مثلا في حركه يمكن ما قلت لكم اياها، انا اعرف واحد داخل الغرفه هناك اعطيه سي 4 واضربه ويدمج، هذه حركه مره تساعد اخوياك بعد فيها. والاخيره طبعا تقدر تطير فيها خطا وتطير فوق، مره تطير مره حلوه. فكذا خلصنا من هذه الشخصيه ونروح اللي بعدها، راح تكون معانا مي، مي بت الثلج. ومي راح هذه واحده من الشخصيات الدفاعيه بعد ممتاز، اذا تستخدمها صح راح اسوي لك اشياء كثير كثيره. طبعا اغلب الشخصيات ممتازه، ما في شخصيه ابو كلب حاليا اللي اشوفه في نظري، كل الشخصيات لهم مميزات تستفيد منهم كلهم. فخلنا نعطيكم مميزات هذه الشخصيه. الاولى وش؟ طبعا بالارتو تجمد، تدمج وتجمد في نفس الوقت، دمجهم مو عالي بس ان مميزتها ان الجل ثم خليني اروح لحاجه متحركه حق اوريكم كيف يجمد. تعال شوف مثلا هذا تحرك، ما يقدر يتحرك. هذه طبعا بالار 2، نروح الال 2 يعطيك ضربات حق مسافات بعيده مسدس، بس انه في شويه ريلود تايم او شارش تايم، مو ريلود تايم شارش تايم بالاصح، يبغى لك التوقيت فيه مره ممتاز. يعني اعطيك حركه ثلج واحد واعطيه ال2، ثلج واحد بالار2
واعطيه L2 راح يموت. عرفتون علي كيف؟ وميزات انه في عندك 200 طلقة في المشط الواحد. 200 طلقة يا حبيبي، 200. المهم الخاصية اللي بعدها راح تكون عندنا R1. R1 شنو تسوي؟ يمديك تبني جدار وتحجز بينك وبين اللي قدامك، تحشير واحدة في زاوية، تخلي مسافة حق اخوياك يعبروا فيها، هذا شيء. والخاصية الأخيرة راح تكون عندنا L1. L1 هذه إذا صرت أنت ثلج أو مكعب ثلج، شنو راح يصير عندك؟ اللي بالضبط أنك ما راح يجيك ولا دمج، وفي نفس الوقت راح يهلثك، يعطيك هيلث شوي زيادة، يمديك ترجع للفايت اللي أنت كنت فيه. هذه ممتاز، يعني لو شفت واحد جالك بسوبر 100% راح تموت، تعطيه L1 وخليه يضرب زي ما يبي لمدة 5 ثواني، بعدين راح ترجع أنت وهيلث راح يكون عندك زايد. هذه مميزة اللي فيها. والأخيرة طبعاً الألتيميت، ترمي هذه الكورة وأي واحد يدخل هذا المحيط راح يموت أكيد، راح يثلج. إذا ثلجوا عندك يمديك تقتلهم على راحة أو أخوياك يستفيدون منهم وهم يقتلونهم، يعني راح يكون ديفنس وسبورت بشكل كبير هذه الشخصية. وطبعا يمديك تحط جدار بمسافة بعيدة، بس أتوقع أن إذا ما خبرني ما يكون بنفس السمك. خليني أجرب، كما ابتعد مسافة كان السمك الجدار أضعف. خليني أتأكد، لا 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 أنا غلطان، شكل كان جلتش ولا بك في اللعبة، أعطاني الجدار أسرع. خليني أشوف، لا لا نفس الشيء. حلو، الرينج اللي حق بعد الجدار مرة ممتاز. هذا اللي يعجبني في هذه الشخصية، إذا تتمكن منها راح تخلي أخوياك يمشون يقتلون يا حبيبي على كيف كيفهم، راح يعيشون ملوك، والله راح يعيشون ملوك. والشخصية اللي بعد راح يكون معانا تروب جورن، تقريبا ما ادري اذا سبلينج البرونونس اللي حقي صح، تروب جورن او اسمه خطا. المهم شنو سالفه هذا الولد؟ هذا كان عنده زي ما تشوفون مسدس فيه 18 طلقه، تشوف الطلقه تميل بعد مسافه، ما تروح في خط مستقيم، راح تنزل اذا طالت المسافه. بس دمج هذا المسدس مره عالي. حلو، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني عنده مميزة أن يحط لك في الأرض زي السنشري جان. حلو، يدمج بشكل زين، بس شنو راح يسوي؟ يطور. فحق تبيه تخليه أقوى تضغط اليمين ويطلع مطرقة، ويمديك تطور المسدس هذا السنشري تخليه أقوى، دمج راح يعلى، صار ليفل 2 حبيبي. دمج، يس دمج. حلو، هذه خاصية، يعني بدك تخليه تتمشى عن ترت تمشي. طبعا هذه الأشياء اللي تطيح شنو تسوي فيها؟ هذه ترميها إلى أخوياك دروع ياخذونها، يمديك ترميها في الأرض، أخويك يمديك ياخذ الأرمر. هذا حلو، شيء ممتاز فيها، يعني تحط سنشري وتحط أرمر لأخوياك ويمديك أنت تدمج بشكل عالي، هذا الشيء. وشيء الاخير انك اذا سويت السوبر شارج شنو تشوف راح تصير؟ راح تصير اسود، والسنشي راح يقوى عندك، الدمج سلاحك راح يقوى والسنشي راح يقوى، تكون الفارق صار اسرع. والشخصية الاخيرة راح تكون معانا، راح تكون اسمها ويدو ميكر او سنايبر، معروفة بسنايبر ويدو ميكر، يا ويدو ميكر لك كنت اسميها ويدو ميكر ما ادري ليش. المهم ويدو ميكر طبعا الهيلث اللي حقها 200 يعتبر جيد. اللي هم مميزاتي طبعا اذا تضغط الار 1 اي ار 1 ار 2 يا حبيبي تطلق كذا رشاش ابو 30 طلقه. الدمج اللي حقه من قريب ممتاز، بس من بعيد ابو كلب. شوفوا مثلا شخص ياخذ فتره طويله عشان يقتل، بس خليني اقرب لاحد من قريب يخدم مره سريع، هذا شيء. والخاصية الثانية لما تضغط الـ L2، شوف تضغط الـ L2 راح يزوم ويصير سنايبر. طبعا لما تزوم تشوف في زي النسبة او البرسنتج تحت نسبة الطاقة، اذا صارت 100% الدمج راح يكون عالي. هذا في الجسم يعطي تقريبا 80% تقريبا. خلينا نشوف في الراس راح يموت 100%، في الجسم مرة ثانية تقريبا يبقى فيه شخصتين، هذا شيء ممتاز. المهم الخاصية اللي بعدها في ويدو ميكر انك اذا تضغط الـ L1 راح يرمي زي الحبل ويتعلق فوق،
شفت كيف؟ زي كذا. والخاصية الأخيرة عندك أرون تحطها هذه سم، تضرب اللي قدامك يتسمم وهو يمشي يتسمم. والله دمج حقها جيد، مش سيء ترى، والله جيد جيد مرة جيد. وطبعا ما ننسى السوبر شارج، لما تضغط المثلث راح تشوف كل الأعداء من وراء الجدار، وأخوياك نفس الشيء اللي في الفريق راح يشوفونهم وراء الجدار. هذا شيء مهم يقدر يساعدك تعرف وين العدو اللي ضدك وتحط عليه هيتشات في الرأس، هذا شيء ممتاز. وتقريبا كذا شباب وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى عجبكم واستفدتم منه. إذا عندك أي سؤال أي استفسار عن هذه الشخصيات اكتب لي إياها في الكومنت تحت. أتوقع ما نسيت معلومات هذه المرة عن الشخصيات، أتوقع يعني. إذا نسيت شيء ذكروني في الكومنت تحت زي الفيديو اللي راح، ما قصرتوني، يعطيكم العافية شباب. وإن شاء الله بكرة راح أتكلم عن التانكس، أو يمكن اليوم آخر الليل راح أحاول شوي إذا قدرت اليوم آخر الليل، بس إذا ما قدرت راح أنزل إن شاء الله بكرة. واللي بعد عن السبورت، وان شاء الله نختم كل الشخصيات ونبتدي ننزل جيم بلاي حق كل شخصيه وكيف تقدح فيها. فهذا تقريبا نهايه الفيديو، اتمنى عجبكم، لا تنسون اللايك والسبسكرايب، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم.